حلم، كذا بدت القصة. وعشان نحول حلمي لواقع لازم نجتهد ونثابر ونتحلى بالانضباط، والأهم إن نؤمن بقدراتنا ونكون واثقين من نفسنا عشان نتخطى كل الصعاب اللي ممكن توقفنا عن تحقيق حلمنا. ولما نوصل للحلم بنكون حققنا إنجاز يخلد التاريخ. أشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، الشكر موصول للأهل والأصدقاء والمدربين كذلك. أتذكر أول يوم ما دخلت في الملعب كان شعور غريب نوعا ما، في توتر وفي حماس في نفس الوقت، لكن هذاك الشعور كان شعور إيجابي، يعني ما كان شعور سلبي. طبعا الثقة بالنفس دائما مطلوبة في كل مجالات، ولكن ما تكون بشكل مبالغ فيه عشان ما تنقلب عليك بشكل سلبي. طبعا اللي تعلمت خلال السنوات الماضية ان العقلية الاحترافية للاعب المثابرة هي اللي تخليه يواصل العطاء والاستمرار وعدم الاستسلام. طبعا في اولمبياد ريو دي جانيرو ما حققت الشيء اللي انا اتمناه، ولكن بمواصلة العمل والعطاء والمثابرة قدرت اني احقق اللي اتمناه في اولمبياد طوكيو. طبعا الشكر موصول لشركة طوكيو على دعمهم للفريق بشكل عام لتقديم الافضل في المحافل الدولية ولرفع علم سلطنة عالية. انت تحس بالفخر لما تشوف الاهل والاصدقاء والمدربين والشعب كافة فرحان لك، فهنا يجعلك تقدم المزيد من العطاء والمزيد من العمل في المحافل القادمة.